تقارير استخبارية أمريكية تؤكد بأن روسيا ستقتحم أوكرانيا خلال أي لحظة من اللحظات القادمة أو أي ساعة من الساعات القادمة، وهذا أصبح مؤكدا من خلال تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد بأن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي اتخذ قرارا بمهاجمة أوكرانيا. والرجل بايدن اعتمد على تقرير استخباري قادم من حقيقة الاستخبارات الأمريكية، وثبتت هذا الأمر CNN الأمريكية التي أيضا كشفت تفاصيلا عن هذا التقرير الاستخباري الذي يؤكد بأن 40% من 150,000 من الجنود الروس المتحشدين على الحدود الأوكرانية أصبحوا جاهزين وفي مواقع هجومية من أجل اقتحام أوكرانيا بشكل مباشر. كذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان واضحا في تصريحات أيضا موجهة ضد روسيا، وهو يقول بأن روسيا بإعلانها وبتوجيهها وبتحركها بحسب هذه التقارير الاستخبارية لمهاجمة أوكرانيا، فإن هذا الأمر سيكون هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية التي انتهت في عام 1945. والقضية الأساسية هنا بالنسبة للأوساط الأمريكية هي لديها تقييمات لما يبحث عنه بوتين من تحقيقه في أوكرانيا، والتقييمات الأمريكية هنا تأتي بأنهم يعتقدون من الصعب جدا تخيل بوتين بأنه سيغزو أوكرانيا بأكملها، هذا الأمر لن يتم، ولكنهم يعتقدون في نفس الوقت أن بوتين يبحث عن وضع ضغط كبير جدا على أوكرانيا، زعزعة الاستقرار في الداخل، القيام بعدد من الهجمات والعمليات العسكرية هنا وهناك من أجل عملية استهداف النظام في أوكرانيا، والهدف يكون هو لي أن يكون النظام الأوكراني أن ينهار بالتمام والكمال وأن يقوم نظاما أوكرانيا جديدا يميل إلى روسيا أو على أقل تقدير أن يكون محايدا لا يميل إلى روسيا ولا يميل إلى حلف الناتو، وبالتالي يقضي على قضية وفكرة وطموح أوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو، وبهذا ينتهي الأمر بالنسبة إليه. وحتى لو قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض العقوبات عليه، فمع نظام جديد في أوكرانيا ومع حل هذه الأزمة المفاوضات لها دور كبير، خاصة في فترة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحل هذه المشاكل، وبعدها ترفع العقوبات التي وعدت بها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا. المشكلة في هذا الموضوع أن هنالك تصريحات قادمة من مسؤولين أوروبيين ومن دول أوروبية موجودة من ضمن حلف الناتو، هي ترى مشكلة في قضية التصريحات التي جاء بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، هي أكدت بأنها لم تستلم أي شيء من هذه التقارير الاستخبارية الأمريكية، مثل ما نشرته CBS نيوز الأمريكية قبل ساعة من الآن عن قضية احتلال روسيا إلى أوكرانيا. يعتقدون بأن هذا الأمر لم يطلعون عليه، ليس هنالك أي شيء أكيد بأن روسيا فعلا ممكن أن تقتحم أوكرانيا، ولكن الأمر المهم وما يجري على الأرض قد يؤكد بأن هذه التقارير الاستخبارية فعلا قد تكون واقعية، خاصة وأن إقليم دونباس في الفترة الأخيرة اشتعل تماما بالمعارك بين الجيش الأوكراني وبين الانفصاليين الموالين إلى روسيا، وكان هنالك إجلاء ل40,000 من المواطنين الموجودين في إقليم دونباس إلى روسيا مباشرة. كانت هنالك عملية اشتباكات أدت إلى مقتل 2 من الجنود الأوكرانيين و5 كذلك جرحى من الجنود الأوكرانيين، قصف وضربات وغيرها، بالإضافة إلى ذلك أن هنالك أيضا كانت مشكلة في صباح هذا اليوم في الاتصالات وفي الانترنت في إقليم دونباس وتحديدا في لوهانسك، وهذه المشكلة صرحت عنها مباشرة الشركة المسؤولة والتي تعرضت إلى عملية الخلل في الاتصالات، وهذه الشركة هي ترونها كما ترون بهذا الاتجاه، الشركة اسمها لوغاكوم هي التي صرحت بهذا الشكل وأعطت بيانا إلى مواطنيها الموجودين في إقليم دونباس وتحديدا في لوهانسك بأن هنالك اضطرابا، بل إن نت بلوكس أكدت عملية الاضطرابات بإحصائيات كما ترونها هنا، هي توضح بأن هنالك كما تلاحظون هذا هو الكونكتيفيتي الاتصالات التي تجري في 20 فبراير اليوم، بأن الأمور غير مستقرة كما هو واضح، الاتصال غير مستقر حتى وصولنا إلى هذه اللحظة، لحظة الاضطراب التي تمت التي جعلت الاتصال يهبط إلى تقريبا نسبة 75%. وهنا تأتي المشكلة وقصة الهجمات السبرانية هنا وهناك أو التعرض للاتصالات، وبالتالي الآن أرض إقليم دونباس وكأنها تحولت إلى أرض جاهزة للاجتياح
من قبل روسيا بشكل مباشر مع وجود الانفصاليين الذين هم طبعا موالين إلى روسيا. كذلك أن هنالك قضايا أخرى الآن تطورت من ناحية بيلاروسيا. هنا بيلاروسيا كما ترون وهذه هي أوكرانيا بهذا الاتجاه. بيلاروسيا كان من المفترض اليوم أن يعلنوا انتهاء المناورات مع روسيا، المناورات العسكرية التي طالت لمدة أيام، وأن يكون هنالك انسحابا للجنود الروس وأن لا يبقى جنديا روسيا خلال ليلة هذا اليوم في بيلاروسيا. ولكن بيلاروسيا أجرت هذا الأمر تماما ووجدت بأن الأمور الآن خلص عليها أن تبقى. هنالك توترات كبيرة بالنسبة للقوات الروسية وبالتالي وكذلك مع أوكرانيا، وعلى هذا الأساس يبقى الضغط موجودا على كييف العاصمة الأوكرانية بهذا الاتجاه. وبالتالي بالنظر إلى أقليم دونباس وما يجري، وكذلك أن هنالك تحشيدات كبيرة بهذا الاتجاه باتجاه خاركيف بهذه المنطقة، تحشيدات هائلة جدا إلى ليلة يوم أمس، وكذلك في جزيرة شبه أو شبه جزيرة القرم إن هنالك أيضا تحشيدات هائلة جدا في هذا الاتجاه. دعونا نذهب إلى هذه التحشيدات لكي نتعرف عليها وما يجري مع خاركيف حقيقة، لكي نقترب أولا من هذه الحدود لكي نعرف التفاصيل التي تجري. هي تجري في هذه النقاط الثلاثة، هذه هي الأراضي الروسية، هذه هي الأراضي الأوكرانية، وهنا تأتي بهذا الاتجاه طبعا قرية بيليانكا. دعونا نلقي نظرة على ما جرى في هذه تحديدا القرية التي نريد أن نلقي نظرة من الفيديوهات التي جاءت من يوم أمس من عملية قدوم الأرتال الروسية واقترابها من الحدود مع أوكرانيا بهذا الشكل. كما تلاحظون المدفعية الروسية هي تقترب من الحدود كما تلاحظون بهذا الاتجاه، ولكن دعونا نتعرف على هذه المنطقة قليلا. إذا ما توقفنا بهذا الاتجاه سنلاحظ بأننا أمام عدد من العلامات لكي نفهم أين تتوجه هذه المدفعية. سنلاحظ بأن هنالك منزلا بهذا الاتجاه كما هو واضح، هنالك مسافة بين المنزلين، هذا منزل آخر وهذا شارع طبعا بهذا الاتجاه، وأيضا هذا هو شارع فرعي أينما تتوقف الصورة والمصور الذي يصور هذا المقطع. وكذلك في المرآة هنا بهذا الاتجاه نلاحظ أن هنالك منازلا بهذا الاتجاه تبدو وكأن السقف الخاص بها يبدو باللون الأحمر. دعونا نذهب إلى الأقمار الصناعية لكي نرى ما الذي وأين هذه المنطقة بالضبط في هذه القرية التي ركزنا عليها وهي قرية بيليانكا بهذا الاتجاه. هذا هو القمر الصناعي وهذه القرية التي نتحدث عنها. دعونا نقترب من هذه المنطقة قليلا سنلاحظ بأننا أمام هذه المنطقة التي ترونها. دعونا نقلب هذه الصورة قليلا لكي نقارنها بالشكل الصحيح، وسنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات. هذا هو المنزل الذي تحدثنا عنه وهذه هي المسافة، وهذا منزل آخر، هذا هو الطريق وهذا هو الطريق الفرعي، وكذلك كما هو واضح أو قد يكون غير واضحا بالشكل الكبير بأن المنزل بالسقفية الحمراء هو موجود بهذا الاتجاه. لذلك هذا يوضح بأن السيارة والمصور كان يقف بهذا الاتجاه وهو يصور رتلا مدفعية وهو يتحرك بهذا الاتجاه. ما الذي يعنيه هذا؟ ما الذي تعنيه هذه التفاصيل؟ هي تعني بأن المدفعية كانت تتحرك بهذا الطريق الذي ترونه أمامكم بهذا الاتجاه، وهذا الطريق هو يؤدي إلى منطقة أخرى مهمة جدا قريبة جدا مع الحدود مع أوكرانيا بهذا الاتجاه، ألا وهي شبيكنة. هذه هي المنطقة الموجودة التي تبعد فقط 5 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا، وهذه المنطقة والمدافع والمدفعية التي نتحدث عنها ظهرت أساسا وصورت وأصبحت واضحة للجميع وللعيان عندما ألقوا نظرة على هذه المدفعية التي تحركت بهذا الاتجاه. كما تلاحظون هذه هي المدفعية التي تتحرك بهذا الاتجاه مع علامة الزت التي أشغلت الناس بأجمعهم كيف هذه طبعا ما الذي تعنيه وغيرها. لحد الآن لم يكتشف أحد سر هذه العلامة، ولكن دعونا الآن نتعرف أيضا أين هذه المنطقة بالضبط التي تتحرك فيها هذه المدفعية. كما تلاحظون بأننا بهذا الاتجاه سنلاحظ مع المدفعية وتحركها بهذه المنطقة بأننا أمام مبنى باللون الأبيض هنا. كما تلاحظون هذا هو المبنى الأبيض، وكذلك أن هنالك دعونا نلقي نظرة قليلة على هذا المبنى بهذا الاتجاه. هنالك مبنى أبيض الذي رأيناه والذي هو يبدو كبيرا بهذا الاتجاه، هو مبنى كبير للغاية، وكذلك أيضا بأن هنالك مبنى باللون الأزرق، هذا هو المبنى الأبيض، وهنا طبعا كما تلاحظون مبنى أزرق كان موجودا بهذا الاتجاه، وأيضا هنا الطريق الفرعي، وهذا أيضا هو مبنى مهم جدا يجب أن ننتبه إليه وهو هذا المبنى. كما تلاحظون مبنى كبير للغاية بهذا الاتجاه، وبالتالي سنكون نحن أمام مبنى
هنا ومبنى هنا وتمر منه المدفعية بهذا الطريق، والتصوير طبعا يأتي بهذا الاتجاه. ثلاثة علامات مهمة على الأقمار الصناعية. دعونا نتوجه إلى القمر الصناعي لكي نطلع على هذه المنطقة التي نتحدث عنها في هذه المنطقة وهذه المدينة شبيكنه طبعا، ودعونا نقترب من هذه المنطقة. إذن سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات تماما. هذا هو المبنى الأبيض الذي شاهدناه على عجالة، هذا هو المبنى الأزرق، هذا هو الطريق الفرعي، وهذه هي المبنيين الموجودة بهذا الاتجاه، وبالتالي الطريق الذي كانت تمر فيه المدفعية بهذا الاتجاه، وبالتالي أصبحت المدفعية قريبة للغاية من الحدود مع أوكرانيا بهذا الاتجاه، بل إن حتى الدبابات والمدرعات ظهرت في الليل في حقيقة أثناء الليل وهي تتقدم بهذا الشكل الذي تلاحظونه. الكثير من الدبابات هي تقدمت باتجاه هذه المنطقة التي أصبحت عبارة عن منطقة تنتظر فقط إشارة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الاقتحام طبعا بكل تأكيد. وبالتالي هنالك أيضا منطقة أخرى يجب أن ننتبه إليها أيضا، وهي المنطقة الثالثة والمهمة التي تأتي بهذا الاتجاه، وهذه المنطقة طبعا بيسونوكفا، هي تأتي إلى غرب منطقة اسمها بيسونوكفا بهذا الاتجاه. كانت أيضا هنالك عدد من التحركات التي ظهرت من الفيديوهات الخاصة بها كما تلاحظون هنا. هذه هي الدبابات التي تتحرك الروسية بهذا الشكل الهائل للغاية. دعونا نتوقف هنا لكي نأخذ عددا من العلامات. كما نلاحظ هنا طريق بهذا الاتجاه، وهذا هو طريق فرعي بالنسبة لهذه الدبابات، وهذا هو عبارة عن مجموعة من حقيقة المنطقة المزروعة بشكل طولي حقيقة. وبالتالي المصور هو يأتي بهذا الاتجاه لتصوير هذه المنطقة. دعونا نكمل هذا الفيديو فقط لنرى التحشيدات الهائلة بالنسبة لهذه الدبابات الروسية التي تأتي بهذا الاتجاه. هذه قد تكون هي واحدة من المناطق الخطيرة جدا، قد تكون هي الأخطر من ناحية الاقتحام. لماذا؟ لأننا إذا توجهنا إلى هذه النقطة، وهذه هي طبعا مدينة بيسونوكفا التي تحدثنا عنها، إذا ما توجهنا إلى غربها على مسافة 2.7 كيلومتر لنركز على هذه المنطقة. دعونا نقترب من هذه المنطقة قليلا، دعونا نلف هذه الصورة 180 درجة، وبعد أن غيرنا الصورة بهذا الاتجاه سنلاحظ بأننا أمام هذا الطريق وأمام الطريق الفرعي الذي كانت تتواجد فيه الدبابات، وهذه هي المنطقة المزروعة بالكامل. وبالتالي المصور هو يأتي بهذا الاتجاه. ما الذي يعني هذا مرة ثانية؟ دعونا نأخذ صورة مبعدة قليلا لكي نلاحظ أين تقف هذه الدبابات. فالمنطقة التي ركزنا عليها هي بهذا الاتجاه، وبالتالي لو تلاحظ بأن الطريق معبد وسريع ومباشر إلى الحدود الأوكرانية، يصل إلى مسافة 14 كيلومترا فقط لتقتحم الحدود الأوكرانية وتأتي خاركيف بهذا الاتجاه من أجل الضغط عليها. بالتالي هذه المنطقة فعلا هي منطقة مسيطر عليها بشكل عال، بل إن الأمور لم تتوقف هنا أبدا، بل إن الصواريخ البالستية الروسية كانت حاضرة وأيضا ظهرت في الفيديوهات في مناطق هي مثيرة للغاية، تأتي تعتبر هي في الخطوط الخلفية من هذه المناطق التي ترونها. وطبعا كما تلاحظون هذه الصواريخ البالستية هي تابعة إلى الجيش الروسي، وتحديدا من نوع اسكندر 9K27O. هذه هي النوعية لهذه الصواريخ البالستية التي تصل ويصل مداها إلى 500 كيلومتر. وهذه المنطقة التي تتواجد فيها هي كاراتشيف التي تلاحظونها، وكذلك هنالك منطقة أخرى. إذا ما قدمنا هذا الفيديو قليلا سنلاحظ بأن هنالك أيضا نفس هذه القاذفات الصواريخ البالستية في منطقة اسمها ليبيتسكي. وبالتالي هذه هي المناطق التي تتواجد فيها، وما الذي يعنيها أيضا تواجد الصواريخ البالستية في هذه المنطقة وما داعيها ولماذا هي تتواجد هنا. هذه هي كاراتشيف التي ترونها، وهذه هي ليبيتسكي التي ترونها بهذا الاتجاه. طبعا هذه بيلاروسيا هنا، وهذه هي الأراضي الأوكرانية. وبالتالي هذه المنطقة هنا خاركيف كما تلاحظون، وهنا العاصمة الأوكرانية كييف. وبالتالي هذه المنطقة هي لا تبعد إلا 370 إلى 350 كيلومترا من كل نقطة، باختلاف طبعا الديستنسز والمسافات بينها. وبالتالي تستطيع من ضرب خاركيف بسرعة كبيرة مع التجهيزات والتحشيدات التي تحدثنا عنها التي تجري في ثلاثة مناطق هنا، وكذلك أن كراتشيف تستطيع أيضا الوصول إلى العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ البالستية بشكل مباشر، لأن المسافة تصل تقريبا إلى 411 كيلومترا. وبالتالي هذا الضغط العالي جدا
هو كبير وواضح بأن هنالك اقتراب لعملية شيء ما للدخول وللاقتحام، ولكن أيضا في نفس الوقت هذه الصواريخ البالستية الموجودة هنا لا علاقة لها بالتدريبات التي جرت يوم أمس بإشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باسم الردع الاستراتيجي، لأن الردع الاستراتيجي هنا موسكو كما تلاحظون تأتي إلى شرق موسكو على مسافة 500 كيلومتر. المناطق التي تحدثنا عنها هي تأتي هنا كراتشيف وهنا لبيتسكي، وبالتالي الضغط على خاركيف تأتي بهذا الاتجاه، لا علاقة لها في التدريبات بل لها علاقة في الضغط الهائل الذي يجري في هذه المنطقة. دعونا الآن نذهب على عجالة إلى شبه جزيرة القرم وما يجري في هذه المنطقة المهمة للغاية وما نشر عنها. هذه هي شبه جزيرة القرم كما ترون في هذه المنطقة تحديدا إيمجسات إنترناشونال الإسرائيلية نشرت تفاصيلا لتكثيف للوجود القوات الروسية هنا بشكل عام للغاية. دعونا نقترب من هذه المنطقة. هذه المنطقة إيمجسات إنترناشونال ركزت بأن التحشيدات أصبحت هائلة جدا بهذه المنطقة وهذه المنطقة وهذه المنطقة، وقارنت من يوم 15 فبراير إلى 19 فبراير. في 15 فبراير لم تكن هنالك تحشيدات في هذه النقاط، أما في 19 فبراير كل شيء تغير وأصبحت القوات موجودة بشكل كبير. دعونا نقلب هذه الصورة 180 درجة لنقترب من هذه النقطة الآن. هذه هي الصورة العادية التي ممكن أن تحصل عليها في جوجل إيرث، ولكن الإيمجسات إنترناشونال وضحت هذه الصورة كما تلاحظون هنا في هذه المنطقة المقربة. تلاحظ بأن هنالك تحشيدات كبيرة، ولكن الصورة القادمة من 15 فبراير توضح بأن هذه المنطقة كانت فارغة تماما، لم تكن هنالك أي مدرعات أو غيرها، ولكن هنا أصبحت الكثير من المدرعات موجودة بهذا الاتجاه. صورة أخرى أيضا ستلاحظ نفس القضية، هذه المنطقة التي ركزت عليها الإيمجسات إنترناشونال توضح في 15 فبراير كانت فارغة هذه المنطقة، الآن امتلأت بالمدرعات. بل إن الأخطر من هذه القصة بأكملها هي أن هنالك قاذفات صاروخية موجودة في هذه المنطقة كما تلاحظون. هنا المنطقة المقربة بهذا الاتجاه في 15 فبراير كانت فارغة تماما، الآن أصبح هنالك روكيت لانشرز، ونتحدث عن القاذفات الصاروخية، وبالتالي هذه تعني أن هذه الجزيرة ممكن أن تطلق الصواريخ ويطلق منها الصواريخ بشكل مباشر. أما إذا ذهبنا إلى المنطقة الأخرى والأخيرة في شبه جزيرة القرم هنا بهذا الاتجاه، دعونا نقترب من هذه المنطقة، سنلاحظ أن هنالك تحشيدات هائلة جدا في هذه المنطقة، وكذلك أن هنالك روكيت لانشرز بهذا الاتجاه، هنالك عجلات كثيرة ممكن أن تقوم بإطلاق الصواريخ مباشرة، في مقارنة واضحة جدا لما كان موجودا في 15 فبراير وما كان في أو أصبح في 19 فبراير أين تحدث يوم أمس. وبالتالي تحشيدات هائلة جدا. ما الذي يعني هذه التحشيدات؟ واضح أن التحشيدات التي تأتي هنا هي تضغط على خيرسون، تضغط على أوديسا، وبالتالي تحاول روسيا أن تؤمن شمال البحر الأسود. هنا هي تضغط على الخطوط بهذا الاتجاه، تضغط على نهر الدنيبر، خاصة وأن المسافة هنا قد تكون ما يقارب 250 كيلومترا فقط قد تكون على القاذفات الصاروخية. هذه المسألة بسيطة، وبالتالي بالنظر إلى ما يجري في دونباس، الرغبة في اختراق خاركيف، كل الآن التصورات والتوقعات بأن مع التحشيدات سيكون هنالك اختراقا لهذه المنطقة، تأمينا للمنطقة الوسطية، وبعدها التوجه إلى ماريبول والسيطرة على بحر آزوف واقتحام إقليم دونباس. قد تكون هذا الموقف القادم بالنسبة للتحشيدات وما نراه من تحشيدات مع استمرار الضغط طبعا على كييف، وبالتالي قد يكون الموقف صعب للغاية. لا زالت هذه الأمور فعلا تتطور، والولايات المتحدة الأمريكية لا زال لديها الكثير من التقارير التي تتحدث عنه في هذا الصدد، وأن إمكانية الغزو قد تكون في أي لحظة بحسب ما يتحدث عنه الأمريكيون طبعا بكل تأكيد.